نرجع معكم في خط احمر وضيفنا السيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس المجلس النواب الشعب ونائب رئيس حركه النهضه الالبوم. الالبوم باش نعطيك بعض الصور سعد فتح مورو ولك حريه التعليق على هذه الصور ونبدا بالصوره الاولى سيد راشد الغنوشي ويوسف القرضاوي. استاذ راشد الغنوشي يعتبر روحه تلميذ استاذ يوسف القرضاوي وانا اعتبر روحي اقل من تلميذه. يوسف القرضاوي عالم من علماء العالم ويعلو اكبر عالم الان موجود في العالم الاسلامي. فما مواقف سياسية تنسب إليه يؤاخذ عليها؟ لا قالها مش تنسب وفهمتك على شو على سوريا الجهاد في سوريا وكذا. إيه؟ هذه لا تلغي علمه، رجل علمه وعلمه متطور وقدم فتاوى. أخطأ في التقديرات هذيك؟ إيه يقينا، لأنه أنا وقت اللي سمعت قضية الفتوى متاع سوريا أنا كنت نهارتها في بلاتو في الشروق في الجزائر وكنت نسجل في حصص رمضانية. نعم. قلت لهم خرجوني البلاتو الإخباري، مشيت البلاتو الإخباري وعلقت وقلت هذا خطأ من أستاذ يوسف القرضاوي رغم كوني عالما، لكن أدخل أنفه في ميدان لا يعرفه لأنه مفتي بلاد. أنا هذا قضية مفتي بلاد، أنا بلاد بلاد قطر. هذا خرج شافتالم بلاد شافتالم الإفتاء سياسي. الإفتاء سياسي. شوف شوف قطر مشى لها كلاجئ لأنه ما لقاش أي بلاد تقبله، لأن بلاده مصر تابعته. هذا موضوع آخر وهذا موضوع سياسي ما تدخلش فيه. لكن الأستاذ يوسف القرضاوي عالم من علماء الدنيا، رجل عنده مجموعة متاع 90 كتاب 90 كتاب وكتب في فقه جديد طور فيه النظر. حتى حسن البنا حسن البنا كتب كتب وغيرها من الناس اللي لا هذا لا يقاس بحسن البنا. حسن البنا ماهوش في مستوى علم الاستاذ القرضاوي. يوسف القرضاوي عالم واضح من العلماء الكبار. صورة الموالية، صورة تعرفوا سيد هذا؟ شكون هذا؟ هو طارق رمضان. اي اللي عنده محنة الان، حفيد البنا. اي نعم. و هو مسجون بشبهة التحرش والاغتصاب من طرف القضاء الفرنسي. نعم هذه قضية عند القضاء. عند القضاء الفرنسي. مش مدخلني بها. أنا محامي. لا أعلق على أي عمل قضائي. وهو بصدد الإنجاز. حتى هو مفكر. إيش في واحد مفكر شوي؟ مفكر إسلامي. إيش معنى؟ مفكر إسلامي ما شنو رأيك فيه؟ أه؟ شنو رأيك فيه؟ في فكره وفي هذا أوروبا كلها خايفة منه. لأن الرجل هذا هو اللي أعطى الوجود والكيان الصحيح للإسلام المعتدل في أوروبا وقاوم فكرة الإسلاموفوبيا. وهو تجده على كل البلاتوات محاط بمفكرين مختلفين ويحاورونه في شتى الأمور وكان يثبت جدارته وفكره الصحيح. وهو أستاذ جامعي يقري في الجامعات البريطانية ويتنقل لإلقاء محاضرات في أمريكا. أما بالنسبة للمحنة الذي أصابته أنا ما عنديش معلومات عليها ولا أستطيع أن أعلق. وأنا فاهم الربط بين التهمة الموجهة عليه والإمام حسن البنا اللي وجده فيها ما فيها. يا أخي إذا كان يبدأ إنسان متدين وأخطأ خطأ ما يخطيش. طيب ما فماش من صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أخطأ وقام عليه الحد في زنا وفي سرقة. إن ثبت عليه هذا فهو يتحمل مسؤولية فعله ولا معنى لربطه بحسن البنا. فقط التعريف به وكاو. لا لا مش التعريف، نعرفها اللي هي ربط غير مجاني والمقصود منه باش نذكرك يا حماتي. صورة المويلي أشنية هذه؟ حمادي جبالي. حمادي جبالي وجون ماكين في عناق هل ما زلت المودة بينكم وبين الأمريكان؟ في السياسة فما حاجة تسمى بروتوكول. مش بالتعنيق. بكل شيء. بالبوس، بالتعنيق، لا. بالكبان، وكل واحد باش يفهم. وكل واحد باش يفهم. بروتوكول سامحني لا. معناها هما تولدوا فرد مصرانة وبعد 50 سنة تلاقوا وياه قالوا يا حبيبي قلبي يا فادي. حبيت نسألك هل أنت هل ود؟ طو هذا
قالوا فين الود؟ يا سي ابو بكر نسأل يا اخي توا البارح تبدل اتجاه الريح ولا ما تبدلش يا سي عبد الفتاح؟ تفضل. رئيس جمهورية فرنسا البارح بحضر ترامب ايش عمل؟ نحاله قشرة هبطت من راسه، قشرة نتاع قشرة في شعره اي هبطت على الطرف الفيستا نتاعه، مدده ونحاها له. شنو هي هذيك؟ شنو هي هذيك؟ تبقى اسلوب السياسيين في التعامل مع بعضهم. في ال في ال في ال في ال نحيله في التمريه، فما رئيس جمهوريه نحي التمريه نتاع واحد اخر. معناها نقص مش نقول له ايجا وجيب فلايه ويفلينا. هكا. سي عبد الفتاح مورو. نعم. توا النكته باهيه اللي حكيتها لنا. اي. هايله ممتازه. أي. اما التعنيق في البروتوكول ما فماش. سي حماد جبالي جديد. أنا سألتك هل أنه اتجاه الريح تبدل ولا ما تبدلش بين 2012 و13 واليوم 2018 تبدلت الريح اتجاه الريح ولا ما تبدلش؟ فيما يتعلق باش بعلاقتنا مع أمريكا أي. يا أخي طالبتنا ولا احنا طالبينها؟ احنا رغبتنا في أن تكون علاقة دولتنا الوطنية التونسية طيبة مع الجميع، ونحرص في أن تكون لنا علاقة إيجابية مع أمريكا. من يشكك في أنه صار ثورة في تونس، مشكون هو يقول أنه ما صارش ثورة في تونس، يقول أنه عبدت الطريق للإسلاميين من طرف الأمريكان، وأنه ما حدث في تونس مخطط له دوليا وعبدت الطريق قبل ذلك، وإلى حد أنه طلعوكم من السلطة ففشلت التجربة والآن عود على بدء. سيادتك أنت كنت مع أصحاب الكهف، ما كنتش في تونس. سيادتك ما كنتش في تونس يا أخي. ما حصل في تونس عام 10 وما حصل في تونس عام 9 هذا كله قوة الأمريكان هم اللي حضروه. اللي وقع في تونس من تسلسل أحداث، كل أحداث وطنية، شنو دخل الأمريكان فيها؟ هذه قضية المؤامرة وقضية اليد البرانية اللي تنخر فينا، هذا وهم عند بعض الناس. أن يكون أصحاب المصالح الدولية يقتطفون ثمار ما يفعله غيرهم في الوطن، هذا وارد، أن نحن عملنا شيء وغيرنا يريد أن يقتطفه، لكن ما نصلوش نشكوا في أن ما حصل في تونس كان بأيادي تونسية، ما كانش بأيادي أجنبية أبداً، وأنا عايش وأنت عايش. سألت نفسك سي عبد الفتاح مورو في بداية البرنامج، هل أنت راضي على أدائك الوطني وتتحمل جزء من مسؤولية الفشل؟ مش راضي، لأن اللي كان في ذهني كان تحليق في السماء. كنت نتصور كيما كان يتصور سي طاهر، تصور انه انزل على فلسه تغير الامور. وقت دخلت الميدان فهمت العقبات الكؤود التي تحصل والتي تحول بينك وبين تحقيق اهدافك. عام 68 كنا نتصور باش نعملوا كيما الثوره نتاع الشباب في فرنسا، مي 68. وفي عام 67 كنا نتصور واحنا صغار كنا نتصوروا ان العرب باش يعملوا حاجه. ما لزمناش نعملوه. وفي اول الثوره كنا نتوقعوا باش نعملوا حاجه. 7 سنوات مرت الآن، القيران واحنا ننحتوا في صخر يابس، مش بالسهولة باش تغير الأمم. أنا آسف أني كبرت وصلت عمري 70 سنة، مانيش قادر باش نواصل. نتمنى باش توجد في الشباب من له أمل في أن يصنع من تونس ما كنا نرغب فيه، وأنا نعتقد اللي الشباب قادر، الشباب اللي اليوم متغشش على الأوضاع، واللي عنده حق باش يتغشش واللي عنده حق مش يحتاج. او عندك شاب يحكم اليوم سيدي؟ عندنا شاب يحكم اليوم. هذاك مجرى الامور، ما نقتلوش الكبار. تحب طرق علينا طرق علينا، لكن عادي تماما ان الكبار يبداوا والصغار يتابعوا. لكن انا نقول نحن نعد تونس بعد 20 عام. الشباب اللي الان مش داخل الانتخابات هما اللي باش يحكموا تونس بعد 20 عام، ونتوقع اللي هذوما باش يلقاو امكانيه، فسحه، وقت، فكر، مال باش يغيروا البلاد. البلاد تعاني من إرث يا أستاذ، وإرث مش متاع نهار، إرث متاع 60 وأكثر من 60 عام، وتراكم فيه الخطأ. الأخير هو الذي يتحمل مسؤولية الأخطاء المتراكمة. ولذلك أعتبر نفسي سعيد لكن لم أحقق أهدافي. الدبريف مع سفيان بن حميد الآن، الفقرة الأخيرة من خط أحمر. الديبريف مع سفيان بن حميده. مرحبا يا سفيان. مرحبا بيك. تفضل. مرحبا بيك سي عبد الفتاح. مساء الخير. مرحبا بيك سيدي. الديبريف دونك باش نحكيو على اللي تقال، ومن اللي تقال، من الكلام اللي تقال، هو
لو ديسكور على كارت، تغيير الخطاب حسب المتلقي، حسب السياق، حسب المواقع. في الحقيقة أنت قلت أنه أرجوك أن تثبت أنه أني نقول الموقف وخلافه. وفي الحقيقة في كلامك الليلة أعطيتنا دليل ما مشيناش برشا، لأنه كلامك على رشد الغنوشي خلال الحصة هذه يتناقض تناقضا تاما مع تصريح ليك مشهور اللي تقول فيه أنه البلاد هذه ما عندهاش وين ماشية، ما عندهاش مستقبل في إطار وفاق ما بين رئيس عمره فوق 90 وشيخ عمره فوق 70. هذا حسب رأي دليل على أنك أنت حسب السياقات مواقفك تتغير شوية، أكان مش برشا. جاوب معناها؟ تنجم تجاوب وين؟ نجم يتنجم. وفاش يتناقض مع اللي قلته؟ فاش يتناقض؟ هذا كلام أنا قلته، لكن أنت قلته منقوص يا أستاذ، لأنه قلت وفاق بين شيخين غير معزز بحزبين وراءهما وغير مؤيد بنص مكتوب، كم الثلاثة؟ لي تروا على فوا. هذا ايش قلت يا أستاذ؟ لا تريبون دو جنيف، قلت سبب الخلل في تونس أن الوفاق بين شيخين ليس وراءهما حزبان يواصلان نضالهما من أجل الوفاق وغير مؤيد بوثيقة. نعطيك مثل آخر. تفضل. أنت أعتقد أنه بقناعة تلبس اللبسة الأوروبية وتغني وحتى تمثل، لكن تعتذر من بعد، وقد اعتذرت صراحة على التمثيل في حصة من الحصص التلفزية في قناة الجزيرة. أو علاش اعتذرت سيدي؟ ترى اعتذرت لأني لم أفهم مستوى عقلية الناس. قل أعتذر أني لم أفهم مستوى عقليتكم، مش اعتذرت عن الفعل. صلي على النبي. قلت أنا أعتذر عن عدم فهمي لمستوى عقلكم، مش اعتذرت عن الفعل. الله، معناه أنت مقتنع به يا أخي. فما واحد شدني من خشمي وقال لي مثل في وإنما وزاد مع هذا. وقلت في نفس الحلقة الذين يحكمون على الناس بتغيير لباسهم لا يفهمون، لا يدركون، وأن اللباس لا يمثل إلا شكل من أشكال التعامل مع الواقع، وأن اللباس اللي أنا متمسك به في الحقيقة لو كان يسألني أولادي يقولوا لي نتمسك به، نقول لهم لا، لأنك أنت تركب في كار وتركب على كرهبة ما يساعدكش. أما أنا لبسته وقت اللي أنا شاب باش نثبت به الأصالة الوطنية اللي كان قليل من الناس يتكلموا عليها. وهذا يا مسجل أستاذ. إن قلت زادة أنه في حديثك على حشنة بولادهم، على حشنة بولادهم مع الداعية غنيم، إن قلت أنه لا، راو أنا نحكي على أنه كل حزب عنده شباب وشبيبة متاعه وكذا. حشنة بولادهم السياق اللي صار فيه الحديث متاعك مع غنيم كان فيه وقتها يهزولوا بنيات صغار من روضات متحجبات. شكون؟ سي غنيم. في تونس؟ في تونس. اي ما عنديش علم بالموضوع هذا، وهذا لم يطرح. اما اكيد عندك علم انه الاحزاب الشبيبه متاعها يلزم يكون عمرها 18 سنه مش اصغر. وانا قلت عمر من العمرات. اي انا ما قلتش قلت حاشي باولادهم. انا حاشي باولادهم وانا قاعد نربيهم في اولادهم ولليوم والغدوه، وحب من حب ومن كره معلي كان يقاومني بالحجه القانونيه. بالحجه القانونيه انت مبدئيا مع الفصل بين السياسي والدعوي. نعم. لكن عمليا وتو نبين لك كيفاش، انت اكثر الناس في حركه النهضه
متمسكين ومخلطين وجعلين التلازم هذايا بين السياسي والدعوي. لأنك إيش تقول أنت؟ تقول أنا ملتزم أني في تونس نعمل السياسي فقط، لكن نشاطي الدعوي نعمله في الخارج. هذا قلت؟ قلت؟ باهي. شنو معناها؟ شو معناها؟ معناها أنك أنت لا تفصل بين السياسي والدعوي من الناحية الفكرية والنظرية والإيديولوجية، وإنما تفصل بين السياسي والدعوي فقط على المستوى الجغرافي. لا مش هكا أستاذ. مالا شنو؟ يا أخي هو السياسي ما عندوش فكر. هل من شروط النشاط السياسي أن تعزل نفسك عن فكرك؟ لا. أليس من حق السياسي أن يكون له فكر؟ أنا عندي فكر ينتمي إلى التيار الإسلامي، يعتبر إصلاحياً، أرغب من خلاله. وأنت سمح لي عاد نكملك أستاذ. أنت تربط بين السياسي والدعوي على المستوى النظري والفكري. لا مش صحيح. فقط من الناحية التكتيكية تقبل بهذا الفصل في الداخل. يا أستاذ من حيث الاختصاص أنا في تونس السياسي اليوم، ولم أستعمل الأداة الدينية في أي شأن من أشأن السياسة في تونس، وعندما أخرج الخارج وأدعى لمحاضرة في جامعة للحديث عن تصبح داعية باش نتحدث عن واقع المسلمين وتغيير واقع المسلمين، تصبح نتكلم داعية نتكلم كمفكر وبرا اسمع كلامي شكون فيه، وتصبح داعية. وشو المانع؟ عندي فكر. شنو معنى داعية؟ داعية رموش معناه قولي جاء وتوضا وصليه. راني أنا ندعي في الناس إلى انفتاح العالم الإسلامي على العلوم الإنسانية. محاضراتي منذ 10 سنوات مطالبة المسلمين بأن يتعلموا العلوم الإنسانية ولا يقصروا علمهم على العلوم التطبيقية، وأن صنع العقل أداة، وهذا نقول فيه في الجامعات الأمريكية والفرنسية والألمانية والطليانية، وجايك من الهند قلت في الهند. ما الذي يمنعني من ذلك أستاذ؟ يا أخي المنع العزل بين الديني وبين الدعوي والسياسي هو المقصود منه ألا تستعمل الأداة الدينية للإقناع بنشاطك السياسي وببرنامجك السياسي. أنا لم أستعمل ذلك أبداً، وأنا المفروض كان جت بلادي تحترمني والمفكرين من أمثالك يحترموني، راه أعطاني منبر فكري نقوله في تونس. أنتم تحبوا تطوروا الفكر الإسلامي في تونس بشكون؟ بشكون؟ إذا كان ما عندكمش ناس من الفكر الإسلامي. لكن ماناش احنا اللي قررنا الفصل بين الدعوي والسياسي. الفصل بين الدعوي والسياسي حركة النهضة هي اللي قررته. يا أستاذ الفصل بين الدعوي والسياسي ليس المقصود منه أن يتجرد السياسي من فكره، وإنما المقصود منه أن لا يستعمل الدين والدعوة إلى الدين لخدمة أغراضه السياسية، وهم لم يحصل مني أبداً، وأنا أبرأ من ذلك ولن تجد ولا حجة واحدة. أما إن تبعتني خارج بلدي ستجد أني أستعمل الحجة فكر يا بابا، أستعمل الحجة الفكرية للإقناع بواقع المسلمين. نحب المسلمين يتطوروا، نحب الناس تخرج من عقالها. إلا إذا كان سيادتك تراون ممنوع علي أن أتحدث عن الإسلام، يبقى لي حاجة أخرى. لا لا ما أنا مراش وما فماش عليش الراء، أنا فقط نقول أنه أنت نائب رئيس حركة النهضة اللي هي قررت الفصل بين الدعوي والسياسي، وأنت لم تلتزم بهذا الفصل. لا ملتزم به أستاذ، ملتزم به بدليل أني لم أستعمل الدعوي للسياسي أبدا، وعندما أخرج في الخارج أدعى كمفكر وأقدم رأيي الفكري. إذا كان فما شيء يحرمني من ذلك قل لي، قانون أو معاهدة أو اتفاق أو التزام وطني يكون. يا أخي احنا ما عندناش رؤساء أحزاب سياسية وهم مفكرون وينظرون؟ ما عندناش برشا في الحقيقة. نعم؟ ما عندناش برشا حسب معرفتي أنا، ما نعرفهمش. يعني اللي حب يسألك سفيان أنه وكأنك معناها عندك التزام بالفصل بين الدعوة والسياسي، وكأنك تخرج الخارج برا معناها التزام داخل تونس فقط. يعني رجل السياسة يعني نجم نشوفك برا في الخارج، يعني نجم نشوفك الخارج، وأي واحد يشوفك الخارج تمارس في نشاطات مهما كان نوعها هي في نهاية الأمر تحسب لرصيدك السياسي.
فين؟ في في الهند. حتى في الهند. في فرنسا. يا اخي انا نمشي نمشي نقول انا نزعج الشخصيه. موسي عبد الفتاح في العالم اليوم اي فما الانترنت، فما اليوتيوب، فما كذا، اللي كي تبدا في الهند سيادتك الانصارك في تونس ينجموا يشوفوك. وشو ممنوع عليا باش نشاف؟ لا ماهوش ممنوع عليك، لكن الفصل بين الدعوي والسياسي اللي هو قرار نتاع حزبك انت يا استاذ فسرني اللي الفصل. انت فيه فسرهولي فسرهولي انتم اللي تفسرونا اعطيونا تفسير واضح. لا انت ماشي في بالك الفصل بين الدعوي والسياسي ان اتخلى عن فكري وأصبح عروسة متاع سياسة. لا هذا أنا منش قارن. أنك 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 باعتبارك في حزب سياسي تمارس السياسة والسياسة فقط. وأنا قاعد مارس في السياسة والسياسة فقط. وما تبرز مني خلاف ذلك. وكي تخرج من تونس تمارس الدعوة الفكر هذيك هي الدعوي وهذا الدعوي يدخل لتونس من جهة أخرى عبر الانترنت وعبر وسائل الاتصال الحديثة. ترى قل لي حويجة دخلت لتونس سربتها أني قلت يا ناس علموا أولادكم العلوم الإنسانية تجيب لي تلقاشي نص خلاف هذا أو تفضل أستاذ إذا كنت تلقى نص خلاف هذا تفضل. لا أنا في الفكرة بيدها في المفهوم بيدو في مفهوم الفصل نفسه الفصل الذي وضعناه الفصل هذايا ينطبق عندك أنت أكان على المستوى الداخلي فقط لأني أنا سياسي وهذا ما أناقشك فيه. ما عندكش حق تناقشني في خارج إطار بلادي لأني أنا السياسة لا أمارس ولا في تونس. أنا سياسي في تونس في تونس لا يحق لي أن أوظف الدين لخدمة السياسة. لكن أنا عندما أخرج من تونس أنا أعمل كإنسان عنده فكر وأنشر فكري، وفيما يتعلق بعلاقات السياسة خارج تونس أدعو إلى مساندة تونس. هذا موقفك ونحترمه، لكن لم يكن واضحا في قرار حزبكم عندما تم الإعلان عليه أنه هذا الفصل بين الدعوي والسياسي لا ينطبق إلا على الداخل. حاجة تخص التقسيم بتاع الداخل في عملية التقسيم بتاع الداخل أنت عملته. اسمعني من فضلك تصريحك أنت خذيت غير وارد. أنا أعطيتك تصريحك أنت. اسمح لي مش بقول كلمة غير وارد. علاش؟ لأني أنا كسياسي التزمت أن لا أوظف الدين لخدمة السياسة. أين أبارس السياسة؟ فين؟ ما نمارسها في تونس. لم أمارس السياسة في تونس من منظور ديني أبدا. أن يكون لي مواقف، أن يكون لي فكر، أن تكون لي ثقافة، أن يكون لي اهتمام، أن يكون لي قيام بمحاضرات، فهذا لا يمنعني منه الصفة السياسية التي أزاولها إلا أن إذا يكون وظفت لك إلا إذا وظفت هذا الفكرة لخدمة السياسة. أن يكون لك موقف هذا مطلوب. اليوم أنت قبليك شوية حكيت على عملية باب السويقة اللي هي كانت سبب في استقالتك من حال من الاتجاه من حركة النهضة من الاتجاه الإسلامي. قلت أنه هذم عناصر من النهضة وتصرفوا بمفردهم. في الحقيقة أنت تعرف أنه هما ليسوا مجرد عناصر من النهضة، بل هما مناضلين صلب حركة النهضة طبقوا تعليمات سياسية، لأنه فما قرار نتاع إطلاق المبادرة، ونتيجة لهذا القرار صارت العمليات نتاع الضرب بالمفرق وعملية باب السويقة وغيرها. صحيح ولا غلط؟ مش صحيح، لأنك أنت ماكش محقق يا سيد. لا أنت ماكش قاضي. أنا نعطيك في معطيات. لا صحيحة ولا لا مش صحيح. في الفترة ذيك حركة النهضة خذت قرار سياسي بإطلاق المبادرة. إيش معنى مع قتلتم قتلوا الناس؟ إطلاق المبادرة الناس. أعملوا إطلاق اللي تنجموا تعملوه. إطلاق المبادرة السياسية اللي اليوم في في الجارغون بوليتيك مودرن يقولوا عليها ذئاب المنفردة. أنا توا شاكك في حاجة. أنكم
أنكم اليوم تحبوا تعملوا الحصة هذه محاكمة لحركة النهضة بمناسبة الانتخابات. لا 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 أيوة هذا لا أنا ما جبتلكش على الانتخابات بالكل. إذا كان هذا مقصود يولي ماهوش معقول. لا 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 صدقني أنه ماهوش هذا. ما فضلك ماهوش هذا المرض. أنا كيف جيت لهنا اشترطوا علي أن لا أذكر حركة النهضة وقالوا لي رانا في حالة انتخابات. توا كيفاش؟ لا ما نتحكيش على الانتخابات البلدية. ما حكيناش على الانتخابات وما نحبوش نحكيو. أنتم ما قلتولي ما تتكلمش على النهضة ورانا جبناك بصيفتك أنت من البرلمان. هذا لوحده. ولا الحديث بكله قائم على حركة النهضة بمناسبة الانتخابات. هذا ماهوش متفق عليه. الامر الثاني لكن انت جبرتنا او نقول لك علاش جبرتنا. انت توا كنت تقول انا مانيش مسؤول في النهضه. مال انت شكون؟ نعم انت توا في الحصه هذه نسمع فيك مسؤول. قلت انا مانيش مسؤول في النهضه. قلت لك انا لا امارس اي عمل في اي مؤسسه. لا لا انت قلت حرفيا ايه حرفيا فسلكش معناها. قلت مانيش مسؤول في النهضه. يا مفسلك قلت صار عنده تفسير للكلام هذا. لا شو يا اخوي الكلام بالجمله ولا تحب تفهم كيف تحبت؟ لا لا ميسالش فصل لي كيفاش انت ماكش مسؤول في النهضة. دونك انا لاني في لست في اي هيكل من هياكل النهضة المقررة. انت نائب رئيس. ايه نائب رئيس ممثل لرئيس الحركة. شنو نائب رئيس؟ نائب رئيس الحركة. ممثل نائب رئيس الحركة الممثل لرئيس الحركة. معناها يعني انا لست في مكتب سياسي ولست في مجلس الشورى ولست مسؤولا عن اي نشاط من انشطه الحركه. هذا ايش معناه؟ والدليل على ذلك اني متفرغ بكامل جهدي لخدمه وضعي في البرلمان. معناها لا معناها معناها كلامك تصريحك السابق اللي تقول فيه تركوني معهم فقط للمجامله ولعدم ادخال الارباك بينهم هذاك هو وضعك الحالي. وهذا قلت انا قبل اي اي معناها هذا تحب هذا تتاكدوا اليوم. اي انا في الحركه موضوع كمجامله فقط لكن الحركه استثمرت هذه المجامله عندما جعلتني نائبا في البرلمان وتحولت بعد ذلك. وانت استثمرت الحركه في انك ترشحت عليها وضمنت نجاحك بعد ما حصلت على تقريبا 100 صوت وقت اللي ترشحت. نعم. دقيقه سفيان الواحد عيبه هذا. لا ماهوش عيب ماهوش عيب بالكل. انا كي استثمرت الحركه طلعت بلعوط. لا ماهوش عيب بالكل لكن هذا هو الواقع. دقيقه سفيان هذا لو دياغنوستيك فقط يا اخي. ال 217 اللي في البرلمان ما استثمروش انتمائهم لاحزابهم. علاش قول لي ليانا؟ على خاطرك انت استقلت من الحركه ثم رجعت ثم قالوا انه قلت انه راهم حطوني تصويره ثم انه ما تنساش انه معناها بقيمتك بتاريخك كذا تم تعنيفك ماديا. تفكروا في القروين ان الواحد شو جايب النهضه في هذا؟ بمعنى انه يبدو انه عبد الفتاح مولو جماهيريته هي خارج النهضة أكبر بكثير من جماهيريته داخل النهضة. ما قستش أنا ما نعرفش هذه المية صوت يقيسوا هما اللي يعطيونا مقياسكم. ما هو لأن وقت اللي أنا كنت نعمل في الدعاية للقائمة متاعي وقت اللي ندخل سوق من الأسواق ونتكلم ونعمل خطاب يقولوا لي تحيا النهضة. سؤال أخير لأنك أنت يا خشبت قبل الأخير لأنك حكيت على القرضاوي عالم ومفتي وأنا ما ناقشكش في هذا. قلت أنه في الفتوى متاعه على سوريا هو أخطأ لكن فما فتوى أخرى في اللي في تونس قاعدين يتبعوا فيها مش برشا لكن موجودة هي فتوى زواج المسيار. نحب نعرف موقف عبد الفتاح مورو من هذه الفتوى ومن زواج المسيار. رحنا في الإسلام عنا زواج وإلا مش زواج. أيوة والزواج هو التقاء إرادتين بالشروط الشرعية اللي فيها إيجاب وقبول ومهر ولي لغير ذلك. زواج المسيار هو شكل من أشكال الزواج اللي يستعمل في كثير من البلدان. واحد خذا مراه. انت عبد الفتاح مولو شنو هو زواج المسيار؟ شنو هو زواج؟ هو رجلها ولا هو رجلها ولا هو خذاها وتزوج بها وعطاها مهرها ما يكفلهاش. نعم ما عندوش كفالة. لا يكفلها
واش بالشرع؟ لا ينفقوا عليها. لا يجب عليه أن ينفق عليها. أي في زواج المسيار الزوج لا ينفق على الزوجة. إذا كان لا ولا ينفق. يوفر لها السكن. إذا كان لا ينفق. شوف سيد. إذا كان لا ينفق فالتزاماته منقوصة. لأنه من واجبه كزوج أن ينفق. أن تكون اتفق معها أن تقيم في بيت أهلها وهو يزورها بعد 3 شهور ولا 4 شهور هذا اتفاق، لكن هو ملزم بالإنفاق عليها. هل هو زواج فاسد حسب رأيك أم لا؟ ليس جوازا فاسدا. أوكي واضح. الزواج أو كملك علاش الزواج التي توفر فيه الإجاب والقبول والواجبات اللي فرضها الشارع على الزوج والتي من بينها الإنفاق. إذا كان فما واجب إنفاق فهو زواج صحيح، إذا كان ما فماش واجب إنفاق باطل. هو هذا هو اللي فيه النقاش. سؤال أخير سي عبد. وانت علاش سألتني يا أخي؟ أنا مفتي عندك. وانت تسأل فيا. أنا إنسان دعوي. دعوي والسياسة. تورط فيا في أمور السياسة والدين. لأنك أنت. مش فاصل بين الدين والسياسة. دعوي خارج تونس. ما تسألنيش في تونس على فتوى شرعية. هاو نبع عليك. وتنبيه رسمي. سؤال أخير. أي. سؤال أخير. أي. سي عبد الفتاح مورو. معلومات تقول أنك أنت في فترة من فترات فكرت أنك تترشح للانتخابات البلدية على دائرة تونس واحد باش تكون، لأنك تحب تكون رئيس بلدية تونس وشيخ المدينة. هل هذا فكرت فيه فعلا؟ لا لا، عرض علي وأنا اعتذرت بأني لست مسجلا في بلدية تونس وأنا مسجل بلدية المرسى. بهذا ما نجمش نفكر فيه وانا نسكن في المرسى ومسجل في المرسى. اما عرض علي ذلك واعتذرت بهذا العذر. شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا سي عبد الفتاح مورو. وجست فقط حبيت نوضح حاجه، انه الحمله الانتخابيه البلديه، نحن في الحمله الانتخابيه الان، الحديث عن شان الداخلي للاحزاب او للسياقات الحزبيه او كذا راهو لا يدخل في اطار الحمله الانتخابيه. الحمله الانتخابيه تعني التعريف ببرنامج انتخابي لمرشح رئيس قائمه او عضو قائمه او لحزب سياسي يتكلم في برنامج الانتخابات البلديه. يعني الانتخابات البلديه ماشي ايديولوجيا وماشي دونك هذا فقط للتوضيح. شكرا لك سي عبد الفتاح مورو. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك سفيان بن حميده. شكرا. شكرا لكل متابعينا. شكرا. نتقابل ان شاء الله الاحد الجاي في نفس الحلقه في نفس التوقيت في حلقه جديده من خط احمر.